الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد فجر امبارح منطقة توشكا وشهد سيادة الرئيس بدء موسم حصاد القمح، وده في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة ليها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة وتدعم الأمن الغذائي ولزيادة الصادرات، ده غير إنها بتوفر آلاف فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة. كمان امبارح سيادة الرئيس افتتح عدد من صوامع القمح عبر الفيديو كونفرنس في عدد من المحافظات. أيضا في نفس السياق، أمس قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل لقاء موسع مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين، ده بعد جولة سيادته التفقدية لمنطقة توشكا. اللقاء شهد حوار مفتوح استمع فيه سيادة الرئيس للاستفسارات والشواغل بشأن أهم القضايا الداخلية والخارجية اللي بتهم الرأي العام، من بينها التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية على مصر، انعكاساتها على زيادة الأسعار، أيضا استراتيجية الدولة للتعامل مع هذه التداعيات، أيضا التحديات الداخلية الأخرى زي جهود مكافحة الإرهاب، الفكر المتطرف، والحفاظ على الهوية الوطنية. امبارح كمان أجرى سيادة الرئيس اتصال هاتفي مع الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا لتهنئته بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة. أكد سيادة الرئيس على العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وصربيا وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة. طبعا بالإضافة لهذه الأخبار والأحداث المتعلقة كمان بالنشاط الرئاسي، كان في أخبار تانية مهمة، منها تهنئة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لقداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد، أيضا الاجتماع اللي قام به الدكتور مدبولي لمتابعة عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة، والتقرير اللي أصدرته وكالة فيتش واللي ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند بي بوزيتيف مع نظرة طبعا مستقبلية مستقرة. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعث ببرقية تهنئة لقداسة البابا توادروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة احتفالات عيد القيامة المجيد. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لبحث عدد من ملفات عمل التعليم العالي والصحة ومقترحات تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي، وده في إطار سعي الحكومة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية في المستشفيات وتشجيع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي. امبارح وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصري عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت المؤسسة الدولية عبر موقعها الإلكتروني التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية. كمان صندوق النقد الدولي توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد المصري ل 5.9% بزيادة نسبتها 0.4% خلال العام الحالي.